حرصا من البنك الأهلي الكويتي على تحسين واستمرارية العلاقة مع عملائه الكرام، هناك مبادئ وواجبات يلتزم فيها البنك اتجاه العملاء، مثل التوعية والتثقيف المالي، حيث أن البنك يحرص على نشر الثقافة المالية لجميع عملائه الحاليين أو العملاء المحتملين. كذلك يتم تقديم المشورة لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم المالية، كما أن البنك يحرص ويلتزم على حماية العملاء من الاحتيال المالي بتوفير أنظمة وبرامج الحماية، كما أن وحدة الشكاوي تقوم بمعالجة تظلمات وشكاوي العملاء بصورة عادلة ومستقلة. في الختام، يلتزم البنك الأهلي الكويتي بالشمول المالي بتمكين كافة فئات المجتمع من الاستفادة من الخدمات والمنتجات.